القيمة المضافة. الضريبة على القيمة المضافة في المدونة العامة للضرائب هي 10%. 10%. هذا النوع من الضرائب يؤديه المواطن، يعني الموكل ديالك، الزبون ديالك هو الذي يؤدي هذا النوع من الضرائب 10%. مشروع القانون الآن رفع من 10% إلى 20%. حنا في الوقت اللي كانت 10% كنا تنقولوا الدولة راه خاصك تحيديها، أما خاصها تكون 10% إسوة بما عليه العمل في المجال الطبي. الأطباء معفون من الضريبة على القيمة المضافة، وعلة إعفائهم أن الطبيب لا يقدم قيمة المضافة للمريض. المريض الذي بوتيرت يده أو رجله إثر عملية جراحية أو إجراء عملية جراحية، أي قيمة مضافة للمريض. من هذا المنطلق الدولة عفات الأطباء من الضريبة على القيمة المضافة. حنا الآن المحامون تنقول الدولة أي قيمة مضافة نقدمها لذلك الشخص الذي نؤازره في الجنح والجنايات، فاش يتحكم بالإدانة ديال الحبس أو السجن، فاش يمشي للسجن شنو قيمة مضافة اللي جاتو هاد السيد؟ جا الحبس قيمة مضافة، السجن قيمة مضافة. نفس الأمر بالنسبة للمرأة في النفقة، فاش تجي عندك الزوجة وتطلب منك ترفع دعوة ديال النفقة، هذاك راه حق ديالها. فاش تجيب لها النفقة اللي تتحدد في 400 300 500 600 درهم راه ماشي قيمة مضافة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. نتواجد الآن في قلب محكمة استئناف بالدار البيضاء في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، هو الإشكال ديال مسودة القانون 2023 ديال الضريبة اللي غتفرض على السادة المحامون. السادة المحامون لهم رأي آخر، هناك إشكاليات في الموضوع بين مؤسسات وبين السادة المحامون في المغرب. مشاهدينا الكرام، ظاهرة أول مرة وهو اعتصام مفتوح من اليوم لغدا يوم الجمعة في حدود 10 ليلا للسادة المحامون، والأكثر من ذلك تصعيد أنهم دايرين إضراب على الطعام. غادي نشوفوا حيثيات القضية مع السادة المحامون. أستاذي الفاضل، اليوم أنتم في وقفة تقريبا اعتصام مدة يومين في حدود 10 ليلا غدا إن شاء الله، سابقة من نوعها وهو إضراب على الطعام، يعني كتعبروا على الاحتجاج ديالكم بهذه الطريقه. والاكثر من ذلك الساده المحاميات كذلك كاينين معكم حتى هما في نفس الموضوع. كيفاش وصل هذا التصعيد بهذه الطريقه؟ في الحقيقه هو ليس بتصعيد، هذا غير شكل احتجاجي انذاري، لان التصعيد هو التشبث اللي بمقتضيات الضريبيه اللي خارقه للقانون وخارقه للدستور، هذا هو التصعيد من الجهه الاخرى. اما احنا الان غير ندافع عن حقوق المواطن في اللجوء الى القضاء، هذا هو الدفاع ديالنا. احنا الان نطالب بضريبه عادله خلافا لما يحاول البعض التسويق له ان المحامون يتهربون من اداء الضرائب. لا، ضرائب المحامي مفروضه في قانون او في مدونه العمل الضرائب لسنوات، والساده المحامون يؤدون الضرائب، لكن المحامون الان ضد طريقة التضريب الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. هذا هو الإشكال، لأننا نطالب بأداء تسبيق ضريبي عن ملفات لم نتقاضى فيها أتعابا بعد، ونطالب بأداء تسبيق ضريبي عن ملفات إنسانية لا نتقاضى فيها أتعابا مطلقا، ونطالب بأداء تسبيق ضريبي عن ملفات حقوقية المفروض أن المحامي يتطوع فيها حقوقيا ويؤازر وينوب فيها. يعني هذا هو الإشكال. إشكال هو أن من تكلف بصياغة ذلك المشروع يجهل بشكل تام طبيعة وخصوصية مهنة المحاماة، هذا هو بشكل عام. هنا أستاذ، بطبيعة الحال عندكم السادة النقباء في المغرب غادي كيدخلوا في نقاش مع ناس اللي هما مسؤولين على هذا
ماشي بقرار نقولوا لانه مسوده. شنو هي المقترحات اللي كيقدموا الساده النقباء في الوصلات؟ واش كاين شي حلول؟ واش كتحسوا بانه ممكن تقارب الصوره اكثر ولا باقي البعد يعني على ما كيطلبوا الساده المحامون مع المسوده اللي وضعها الدوله؟ الان باش نحدوا الامور في المسار ديالها الصحيح، ان اخراج مشروع قانون الماليه اللي سنه 2023 له مسار تشريعي محدد ومضبوط بتواريخ محدده ومضبوطه. الوقت الحيز الزمني قصير جدا للجلوس الى مائده حوار هادئه والخروج بمقتضيات ضريبيه بالشكل العادئ والقائم على مراعاه وضعيه المكلف الضريبي، يعني الوقت ضيق جدا. نقول للجهات المسؤوله ان تقوم بسحب هذه المقتضيات الضريبيه والاحتفاظ بالمقتضيات الضريبيه الوارده في مدونه العمل الضرائب، على اساس بعد خروج هذا القانون الماليه الان بدايه السنه نجلس على مائده الحوار والنقاش لبضعه اشهر ونخرج بتوافقات ليست لصالح فئه على فئه، وانما توافقات لصالح العداله ولصالح المواطن. هذا هو اللي هنا غادي نبقاو في المواطن. وتحدد معايا السيد الفاضل، نعلم جيدا ان الساده المحامون كيطوعوا في بعض الملفات مثل ديال النفقه، كاين مجموعه من الملفات اللي كيكون فيها الشق الانساني اكثر. يعني هاد دور الدوله ما راعاتش هاد الامور في هاد المسوده؟ ما راعاتهاش لسبب بسيط، هو ان المشرع الضريبي يجهل خصوصيه مهنه المحاماه. المشرع الضريبي راه جالس في البيرو ديالو مكيف، ما عارفش ما يجري داخل المحاكم وداخل قطاع العداله. اللي كان يمكن ينوروا في هذه الامور ويبسطها لي ويوضحها لي هما الساده النقباء. لو شركهم في العمليه التشريعيه ما كانت الامور تتخذ هذه الشكله. هذا هو المشكل. هنا كذلك استاذي الفاضل، اعلموا جيدا ان الساده المحامون ملي كينجح بطبيعه الحال فتره ديال التمرين مده 3 سنوات خصو بطبيعه الحال يجتهد اكثر، خصو يتمرن اكثر في ملفات سواء ملفات جنحيه او جنائيه او مدنيه او امور اخرى. هاد الظرفيه دور الدوله كتساعدوا في هاد الشيء؟ للاسف الدوله ما تتساعدوش من قبل ولوجه الى المحاماه، فما بالك بعد ولوجه الى مهنه المحاماه، لان اكبر قطاع تيشغل الان هو قطاع المحاماه. انا نتحدى الدوله تجيب لنا شي قطاع اللي تيدخل 4000 5000 واحد. قطاع المحاماه الان تيدخل لك هذا العدد بدون مقابل، وحنا ما فاش نديروها ما تمنوهاش على الدوله، لان تنقولوا هذوك ابناء ديالنا، ابناء الوطن ديالنا، حصلوا على الشواهد من حقهم التشغيل. الدوله لا تخلات على الواجب ديالها والمهام ديالها، حنا كقطاع محاماه ما نتخلاوش على هذا الواجب، لان في الاصل حنا حقوقيين تدافعوا على حقوق الانسان، والحق التشغيل من حقوق الانسان كذلك. المحامي المتمرن يعني بمجرد اجتيازه لامتحان الاليه وحصوله على شهاده الاليه وتيجي تسجل في الهيئات، فالهيئه تتكلف بجميع فتره التمرين بمشاكله يعني امور كثيره لا فتحوا فيها النقاش الساده النقباء. راه الدوله نص في القانون على انه يتعين احداث معاهد التكوين ومتنصله من هذا الالتزام، هذا التزام قانوني تجاه الدوله، يعني الدوله تخرج قانون ما تتحترمش نفسها في تنزيل تلك المقتضيات. والان يعني للاسف الشديد السؤال الاخير اللي عندي معك استاذي الفاضل، هو قلتي لي في الحوار تمنينا لو تم اشراك الساده النقباء بطبيعه الحال كمشرعين باش لهذا القرار. نعلم جيدا ان هناك وزير كان محامي معكم والان وزير، ما رايك استاذ هو اهل المجال؟ اولا وزير العدل ليس وزيرا وصيا على قطاع المحاماه، باش نكونوا واضحين، وليس هو الممثل للمحامون. من يمثل المحامون هم الساده النقباء، اما الان هو وزير فيمثل قطاعا حكوميا ويمثل توجها سياسيا لحزبه، هذا هو التمثيليه اللي عنده. باش يجي يتكلم الان بلسان المحامون ليس من حقه وليس له الصفه القانونيه، لا حنا لكنا رجال القانون نحترموا القانون، هذا القانون اللي تيقول لكم، ما تنقولش انا. الوزير العدل لا يمثل المحامون لا من قريب ولا من بعيد. من العرف استاذي الفاضل انه هو من المحاماه، بماذا تقدم الان في اطار كما كنقولوا بالدارجه الغريبه نشدوا العصا من الوسط، نحسوا بالساده المحامون من جميع الجوانب سواء الجانب الايجابي والسلبي وكذلك مع الدوله باش نخرجوا بحلول ناجعه من اجل
انه ذاك المحامي هو مواطن يدي الضريبه ولكن بطريقه ممنهجه صحيحه. ما دوره الان بحكم انه ابن الدار؟ للاسف الشديد يعني الامور ناحت منحى شخصانة. وزير العدل كان المفروض ان يكون الجهه التي تمتص الغضب ويحسن اداره الازمه، لكن هو شخصنا الامور عندما خرجوا المحامون في رفض جواز تلقيح الولوج للمحكمه، وكان هو من وراء تلك الدوريه الثلاثيه، وعندما خرج المحامون واحتجوا على مسوده مشروع قانون المهنه، وبالتالي اصبح وزير العدل هو ظرف تشديد على المحامون، بالإضافة إلى أمور ترسبات شخصية بالنسبة لي، لأنه ما استطاعش ينجح في داخل جمعية انتخابات جمعية المحامين الشباب في الرباط، وما استطاعش ينجح كعضو مجلس في الرباط، يعني تبقات هذه الحزازات الشخصية الآن عنده، وجاته الفرصة راه توظف فيها، معليش. أستاذي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، هذا النقاش الحاد بطبيعة الحال ديال مسودة 2023 الضريبة اللي تفرضت على السادة المحامون فتحت لنا باب لمناقشة أمور أخرى. نعلم جيدا أنه القانون تيقول لك لا أحد يعذر بجهل القانون، القانون لا يحمي المغفلين، ولكن راه ما قريناش بين قوسين باستثناء الكلية، وهذه بطبيعة الحال كتحمل مسؤولية الدولة. كذلك مجموعة من القوانين ما تهيئناش ليها سواء في قانون السير في أمور أخرى. هذه فرصة لإعادة النظر حول منهجية القانون في هذا الإطار. وهنا غادي نشوف جانب مهم جدا، انه معنا استاذه محاميه، وغريب في الموضوع او اذا صح التعبير سابقه من نوعها، هو اول مره غادي نشوفوا هذا الاحتجاج يومين مع اضراب على الطعام، ومعنا استاذه اللي بطبيعه الحال تضحي بشتى الطرق المشروعه والقانونيه مع الزملاء ديالها باش يوصلوا للهدف تحقيق العداله من جميع الجوانب. أستاذة الفاضلة شكرا لك، أنت الآن مضربة على الطعام مدة يومين، مرأة مغربية في كلتا الحالات، كيفاش كتشوفي هذا الوضع أستاذة؟ بالنسبة لي أنا هذه الخطوة النضالية اللي سطروها الزملاء ديالي على مستوى مكتب الفيدرالية، وحنا استجابة للنداء ديال هذه الخطوة النضالية، جينا اليوم باش نعتصموا معاهم وفي حرب حرب البطول الفارغة كيف ما بغينا نقولوا. والمرأة المحامية ليس بينها وبين زميلها المحامي أي فرق، فنحن ما يوحدنا هو البدلة، هي اللي كتوحدنا، ونفس ما يسري على الزميل المحامي يسري على الرجل المحامي يسري على المرأة المحامية، فهمنا واحد ومعركتنا واحدة، لذلك فنحن صامدون معهم إلى آخر الرمق إن شاء الله تعالى. الرأي ديالك أستاذة في جوهر الموضوع، يعني في هذا القرار أو هذه المسودة اللي هي ديال الضريبة 2023، كيفاش كتشوفي الأمور؟ بالنسبة للمسودة ديال مشروع قانون المالية ديال سنة 2022 بالضبط في ما يتعلق بقانون الضريبي، هي قوانين جد مجحفة بالنسبة للمحامين، ولم تراعي المقاربة التشاركية، ولم تراعي كذلك إشراك المؤسسات المهنية في خروج هذا المشروع، وكان هو أحد الجانب من فئة معينة اللي هي الآلة التشريعية دون مراعاة الأرضية ولا الوسط اللي كتمارس فيه هذه المهنة. نحن كمحامون ومحاميات أقرب للواقع من المشرع، فبالتالي كان من الضروري إشراكنا في صياغة هذا المشروع، لأننا نحن من هذا القانون جاء كفرض واحد الضريبة على واحد المواطن، هذا المواطن الذي يعاني الهشاشة، يعاني من غلاء الأسعار، يعاني من العديد من الأشياء اللي تقلت الكاهل ديالو، فبالتالي نزيدو حنا نكملوا عليه ونقولوا له بأننا راه الضريبة تفرضت عليكم، أي واحد جا بغى يفتح مسطرة في المحكمة ابتدائيا خصو يخلص على 300 درهم في جميع الطلبات إلى أن يستنفذ الحكم النهائي، ومن بعد التنفيذ ثاني كذلك خصو يؤدي عليها واحد المبلغ، يبقى هذاك المبلغ 300 درهم سير المفعول إلى أن ياخذ الحكم ديالو النهائي، ومن يمشي للاستئناف غادي ترفع المبلغ 400 درهم ثاني على جميع سريان أي طلب كتقدم به، ومنين طلعوا المحكمة النقد ثاني غادي ما حدك غادي ترتقي في درجة التقاضي والمبلغ غادي كيتضاعف، يعني نوليو في 500 درهم أمام محكمة النقد. فهذا بالنسبة لنا حنا كناس ممارسين جد مجحف بالنسبة للمواطن المغربي. فملي كتجي عندنا حنا مثلا نعطيك أنا مثلا أنا كامرأة كأمارس في عندي تخصص معين، مثلا كان أكثر الملفات ديالي كان ندير قضاء الأسرة، كتجي عندي أم
مطروده من بيت الزوجيه ورفقات واحد ربعه الوليدات ولا خمسه، هذا كان اولى ان الدوله انها هي اللي توفر لها الوعاء، توفر لها الوعاء القانوني تحصد لنا هي وليداتها. كنلقاو راسنا حنا مرغمين اننا حنا نديروا هذا الدور ديال الدوله، فبالتالي كتولي انت هي خصك هذه السيده كيفاش تربطي اتصال بجمعيات الايواء، الايواء هي وليداتها، كيفاش توفري لها واحد المبلغ مالي في انها تكون به مع راسها الى حين انها تحصل على ذاك التعويض اللي غتاخذه من المحكمه، ولو كنهضروا بين قوسين اللي كيكون تعويضات جد هزيله جدا من ضر الوضعيه اللي كتعانيها. فبالتالي كيفاش بالله عليكم غنجي عند هذه السيده ونقول لها بان راه المشرع قال لك خصك تعطيني واحد 300 درهم كتصبيق اللي باش انك تفتحي المسطار. فبالتالي هذا هنا فين كيبان لنا بان ذاك الضعف وداك الاجحاف اللي كان في هاد المشاريع القوانين اللي صاغوها في غياب المؤسسات اللي كتسير القوانين اللي هي خاصه بالمحامي. استاذه شكرا لك، كنتمنوا لكم التوفيق. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا نعلم جيدا انه اساس القضاء دور المحامي له دور كبير في الموضوع العمود الفقري للقضاء، أم السادة المحامون ذكورا وإناث في خضم الموضوع. قبل أن يكون محامي فهو إنسان ومواطن، لهم حقوق وعليهم واجبات. لتنوير رأي العام أكثر في الموضوع، السادة المحامون ماشي ضد أداء ديال الضريبة، ولكن بطريقة ممنهجة بطريقة محكمة تتلائم مع الوضع ديال السادة المحامون في الدولة بطبيعة الحال. مشاهدينا الكرام، هذا إضراب الآن دايرين السادة المحامون كيعبروا به عن السخط ديالهم على هذه المسودة، ونتمنى أطراف أخرى موضوع النقاش اللي هما بطبيعة الحال عطاوا هذا الاقتراح ديال المسودة أن يتم التواصل مع السادة النقباء والبحث أكثر عن حلول جذرية حتى لا يتم أنه تعمق هذه الأزمة بهذا الشكل. مشاهدينا الكرام، السادة المحامون الآن كاين شلل في المحاكم بطبيعة الحال، هما اللي كيشرفوا على أداء ديال مجموعة من الواجبات في ملفات الناس في الصناديق، كاين إشكالية كبرى، ولكن الآن ليست هناك حلول لهذه الساعة. نتمنى أن تكون للسادة المسؤولين ملكات الاستماع أكثر للإنصات إلى ما يعاني المحامون حتى يكون في الأخير حلول ناجعة، لأنه لو تم تفعيل مجموعة من الاقتراحات السادة المحامون ما كان ليكون الوضع بهذه الطريقة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.